حلقة النهاردة فيها كلام كتير جدا عن مباراة امبارح وعلى الماتشات كمان اللي جاية. بس خلوني الأول عشان بتدي الإشارة أرحب بسارة. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم، وحلقة جديدة من السادسة. وطبعا أكيد مبروك الفوز بثلاث نقط مهمين جدا في بداية الدوري، ويمكن مباراة ما توقعتهاش بالسهولة دي على النادي الأهلي. وحتى بعد السكور بتاع امبارح، لا يعني نادي الاتحاد أو فريق الاتحاد من أكبر الفرق في الدوري، وشفنا قد إيه بدأوا بداية قوية قدام بيراميدز وقدموا عرض قوي، والفوز على بيراميدز، وكمان كانوا مصعبين يمكن مباراة الكاس قدامنا. ولكن السهولة دي إيه سببها؟ أكيد مدرب يعني عامل شغل كبير قوي مع الفريق، علشان بس في ناس شايفة أنه عادي أي حد ممكن يدرب النادي الأهلي هيقدر يكسب مباريات ويكسب بطولات، ولكن الحقيقة في مدرب بيجتهد وبيذاكر فاهم المنافس كويس قوي، وكان يمكن البطل في القصه امبارح قرايته الكابتن حسام حسن وللفريق المنافس. شفنا الحقيقه اداء كبير قوي من الجهاز الفني ومن اللعيبه في الملعب. لو اتكلمنا على مكاسب المباراه فهي كتيره جدا، ومنها الرجاله اللي كانوا في الملعب. اعتقد يعني احمد لما نيجي المره دي نسال الناس افضل ثلاث لعيبه في المباراه هيبقى فيه كلام كتير، يعني نظرا للاداء الجماعي اللي كان كويس قوي في المباراه. المباراه كان فيها كره حلوه قوي. بس انا عايز اقول لك حاجه ملهاش علاقه، يعني ماتش سوني داب ما كانش فيه كره تقريبا. يعني طبعا سوء حاله الملعب والكره اللي اتلعبت فيه ما يخليكيش تتوقعي انه هيبقى صعب على الجمهور ان هو يختار لعيب، لكن ده حصل. يعني المنافسه بين افضل ثلاث لاعبين في النادي الاهلي في مباراه سوني داب الاخيره كانت منافسه حاميه جدا، وكثير من اللعيبه دخلت. يعني الارقام حاسه بقى المنافسه هتبقى اكتر المره دي، وارد جدا. وان طبعا كان برضو معلول يعني عمل اداء كبير جدا في مباراه امبارح، وشايفه قد ايه في اشاده طبعا بادائه من جماهير النادي الاهلي. كمان كهربا للصراحه كل مباراه عن الثانيه بيزيد انسجام وبيعمل اللي كان جمهور النادي الاهلي مستنيه ومتوقعه منه. اعتقد مع الوقت او كل ثقه ان مع الوقت انه كهربا كمان هيزيد في المستوى اكتر وهيدي اكتر من كده. طاهر الحقيقه بنتمنى له الشفاء، كان هو السبب الحقيقه في المجهود الكبير اللي عمله في الهدف الاول، او كان سبب في الهدف الاول، وده فرق جدا. الهدف الاول ده سهل علينا برضو المباراه بشكل كبير يا احمد. اعتقد لو عدينا المكاسب الكتير واكرم توفيق وحسين الشحات كل مكاسب المباراه والاداء الجماعي والتكتيكي العظيم اللي شفناه امبارح ده وشخصيه البطل اللي انت اتكلمت عليها، هنطلع يعني بمكاسب كتير قوي المباراه. بس ما يمنعش انه في ناقص، يعني في حاجات محتاجين برضو نشتغل عليها ونطورها، لانه طبعا يبدو كمان انه غياب رقم 10 عن النادي الاهلي امبارح في بدايه المباراه عمل لنا ازمه الى حد ما. الربط بين الخطوط يمكن ما كانش فيه احسن مستوياته، لكن في النهايه المباراه فيها مكاسب كتيره جدا.